عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: مرتبط مع بعض شركات المقاولات بعقد عمل، وهناك مسؤول عن توزيع عقود الشغل في الشركة، وهذا المسؤول يعطي العقود بدون عدل، يعني يعطي لمن يعطيه مالا ومن لم يعطيه لا يأخذ أي عمل، فماذا تفعل معه؟ تفعل معه أنك أنت أول حاجة تبلغ عنه الجهات المسؤولة. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث سعيد الخدري في الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله يا أخواني كما قال ولي الأمر، لو كل واحد أصبح يعني الأمن مسؤولية إيش؟ الجميع. محاربة الفساد مسؤولية الجميع. لو كل واحد أدى ما عليه ديانة ثم طاعة لولي الأمر، ما ترى مثل هذه الفساد الذي إيش؟ ينتشر. ولأجل هذا الدولة وفق الله خير جعلت هيئة اسمها هيئة إيش؟ الفساد. أكتب مرة 2 3 4 20. يقول الشيخ بن باز دخل عليه بعض الشباب المتحمسين: يا شيخ انتشرت المنكرات، ماذا نفعل؟ قال: أكتب. قال: كتبنا. قال: كم مرة؟ قال: 5 مرات. قال: ها أنا أكتب المرة 100 في منكر واحد. شوف الآن حماس ما يصنع رجال يا أخوان، الله يرضى عليكم. الإنسان ينبغي أن يكون على سنة وعلى سلفية وعلى 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 ديانة. هذه واحدة. الأمر الثاني أن تعظوه وأن تناصحوه. سيقول السائل الكريم إنه لا يسمع لأحد. نقول: إذا كان ما يسمع لك يقرأ، اكتب له نصيحة، اطبعها له من فتاوى اللجنة الدائمة، خلي طالب علمي يدبجها لك واكتبها على الكمبيوتر كده، وحطها له في ظرف وحطها على إيش؟ على مكتبه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني سبحان الله، يعني هو حيكون أعتى من فرعون. قال: فقول له قولا لينا. والله يا أخي أنت ابن ناس وأنت إنسان محترم، وترى عندك أولاد وعندك أطفال والعمر قصير، وفلان مات أنت عارفه، وفلان مات وفلان كذا، والدنيا لا تبقى لأحد يا أخي، والكسب الطيب حلال، وابعد عن الرشا، لعن الله الراش. كلام طيب يا أخي، مرة واثنين وثلاثة وأربعة. لكن تعتقد أقول لك لك روح تفعله باي أندر تيبل عشان تأخذ عقد؟ لا والله لن أقولها لك، لن تأخذها مني أبدا، ريح نفسك. لأني أبدا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا إثم وإيش؟ وعدوان. وقال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. يقول السائل الكريم: بذلت السبل كلها فلم ينفع. سيب الشغلة دي كلها يا أخي، وإنك ما أن تترك لله شيئا إلا عوضك الله خيرا منه. سيبها كلها ونخوك، تركها كلها، تركها كلها وابحث عن غيرها. فكم من أناس تركوا لله أشياء فعوضهم الله بأضعافها المضاعفة. أنت تعبد الله عز وجل وتؤمن به ولا لا؟ عليك أن تؤمن. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وتؤمن إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولو أن الرزق يأتي بقوة لما أكل العصفور شيئا مع النسر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربنا ونتوب إليك. صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.